نحن اليوم في وزارة الصحة وقاية المجتمع نطلق الحملة التوعوية الحجاج بيت الله الحرام لهذه السنة لهذا الموسم بتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوعية الحجاج بأخذ التطعيمات اللازمة وكذلك مراجعة مكاتب وعيادات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات لأخذ ما يلزم لهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من أدوية لأخذها معهم. كذلك أنوه أن بعثة الحج الرسمية لديها جميع الأدوية متوفرة في البعثة الرسمية في مكة المكرمة وكذلك في منى. حج صحي وآمن. بدينا في هذا الشعار من سنوات، بدينا تطبيق قواعد معروفة للجميع، قواعد متبعة من جميع البعثات الطبية من جميع الدول سواء كانت عربية أو غير عربية، لكن كان طموحنا أكبر. فاجتماعات متكررة قررنا أن نتميز، تكون البعثة الطبية لدولة الإمارات متميزة وتكون صاحبة المركز الأول. أتمنى لجميع حجاج بيت الله الحرام بإذن الله حج مبرور وذنب مغفور، وننصحهم بالمحافظة على صحتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتياطية الأساسية حفاظا على صحتهم وصحة الحجيج من حولهم. أيضا مهم جدا الالتزام بالتطعيمات الوقائية المطلوبة والمنصوح بها من الجهات الصحية ومن وزارة الصحة ووقاية المجتمع. مهم جدا أخذ هذه التطعيمات قبل فترة كافية من الذهاب إلى الحج، على الأقل 3 إلى 4 أسابيع في أسوأ الظروف 2 أسبوع على الأقل، ليتاح لها المجال للعمل وحمايتهم قبل ما يصلون إلى الزحام ومراسم الحج.